الذنوب التي بين الإنسان وبين العباد على ثلاثة أنواع، هذا القسم الثاني. قسم منها يتعلق بالمال، خدامة في بيتنا ما أعطيناها فلوسها، إذا عمدا أو مو عمدا، عمدا ما أعطيناها، هذا ظلم. أن هذه الخادمة كافرة أو مسلمة هذا ما يأثر في الحكم، بالنتيجة هذه إنسانة محترمة، عمل المسلم والكافر محترم، حتى الكافر غير الحربي عمله محترم. أو لا، سافرت في إبان الاضطرابات وانقطع خبرها عنها، هذا عليه السؤال، أنا ذمتي مديون، ذمتي مشغولة بهذا المال. القضايا المالية جدا دقيقة. الشيخ عبد الكريم الجزائري أحد كبار العلماء في النجف الأشرف، كان يمكن قبل 80 سنة، يقول في يوم من الأيام طرقت الباب، باب البيت، فجئت إلى الباب وشفت عند الباب الشيخ علي القمي. الشيخ علي القمي من أكابر الزهاد المقدسين، كان معروف النجف الأشرف بالزهد والعبادة والتقوى. فتحت الباب فأعطاني مال الشيخ علي القمي، قال هذا طلبك اللي تطلبني. الشيخ علي القمي كان مقترض من الشيخ عبد الكريم، هذا طلبك. فقلت له تفضل اشرب القهوة، اقعد. شرب القهوة ايش قد يطول؟ دقيقتين، 3 دقائق، كم دقيقة؟ قلت تفضل. قال لا يجوز لي أن أدخل. قلت لي ليش؟ لا يجوز لي أن أدخل، يعني حرام أن أدخل. قال لأني مطلوب إلى إنسان آخر، وأنا الآن قادر على أداء الدين، لازم أول أروح أدي الدين إلى ذاك الإنسان الآخر، بعدين أجي أقعد عندك أشرب القهوة، حتى بهذا المقدار. يعني كم دقيقة يتأخر؟ أفرض 4 دقائق. الشيخ علي القمي الزاهد المقدس العابد ما كان يجيز لنفسه أن يتأخر مثلا 4 دقائق أو 10 دقائق. الآن أنا أقدر أأدي الدين، فورا لازم أأدي الدين. أنتم راجعوا العروة الوثقى كتاب الصلاة في صلاة المسافر، مجموعة من العلماء قائلين إذا واحد مديون ويتمكن أن يؤدي دينه في الحضر وما يتمكن يؤدي دينه في السفر، يحرم عليها أن يسافر إذا حل وقت أداء الدين والطرف مو راضي. مرة وقت الدين لم يحل بعد شهر، مرة الطرف راضي، مرة لا، حل الموعد والطرف مو راضي مطالب، وأنا أقدر على أداء المال في الحضر وما أقدر على أداء المال في السفر، ذاكريني يحرم علي السفر، سفر معصية هذا. وإذا سافر، سفر المعصية شنو حكمه؟ قصر لو تمام الصلاة فيها، الصلاة في سفر المعصية تمام. هذه الهدية من الله وهي القصر، هذا الإرفاق لا يستحقه العاصي بسفره. وراجع العروة، بعض العلماء مستشكلين في المسألة فاحتاطوا بالجمع بين القاصر والتمام، يعني الدقة إلى هذا الحال. إذا واحد مشغول ذمته ولو بدرهم يأتي، إذا ما يعرف الطرف انقطعت أخباره، فقد الأمل، يتصدق بهذا المال بنية صاحبه بإذن الفقيه، تبرأ ذمته بذلك. هذا المال ايش قد مقداره؟ مثلا 100 دينار، ما عنده امل بالوصول الى صاحبه، ياخذ هذا المال، يستاذن الفقيه ويعطيه للفقير بنيه ان يكون الثواب لصاحب المال. هذا النوع الاول،
الذنوب التي تتعلق بالمال، النوع الثاني الذنوب التي تتعلق بالنفس. يعني واحد قاتل واحد والعياذ بالله، سقاتل هذا مثال بعيد عنا، صفع ابنه، هاي جناية، هاي جناية، واحد يصفع ابنه هاي جناية، هذا ظلم، هذا حرام. ولعله من الذنوب الكبيرة إذا صفعه على هذا الأب، على هذه الأم، على هذا الولد، الدية. إذا الابن الأكبر مثلا صفع الابن الأصغر، دية عليه، هاي ذمة مشغولة. إذا احمر وجهه باللطم، يعني لطمه فاحمر وجهه، لازم يطيل دينار ونصف ذهب، وكل دينار يعادل وزن 18 حمصة. المثقال الفعلي عند الصاغة 24 حمصة وزنا، يعني المثقال الشرعي عبارة عن 18 حمصة، يعني 3/4 المثقال الصيرفي يمكن يصير 13 دينار مثلا، 14 دينار، كل دينار ذهب ما أدري بالضبط. واحد قبل فترة قال لي يعادل تقريبا 13 دينار الدينار. فإذا احمر وجهه باللطم لازم يطيل الدينار ونصف، مديون هذا لا. إذا اخضر وجهه باللطم وبالضرب لازم يطيل 3 دنانير ذهب. إذا اسود وجهه بالضرب لازم يطيل 6 دنانير ذهب. إذا خرج الدم له دية. إذا أوغل في اللحم له دية. الدامية، المنقلة، الهاشمة، المأمومة، هذه كلها الفقهاء ذاكريها في الكتب الفقهية في كتاب الديات. فالنوع الثاني الذنوب التي تتعلق بالنفس لازم واحد يؤديها. النوع الثالث الذنوب التي تتعلق بالعرض، يعني مزق كرامة واحد، اغتاب واحد، اتهم واحد، هذا الذنب متعلق بالعرض، يعني بالكرامة، بالحيثية الاجتماعية، بالكرامة الاجتماعية، يستحله، يروح يمه يطلب منه الحلية، بس مو لازم يقول له تفصيلا أنا شنو قايل، يقول له أنا قايل أشياء في حقك فاعف عنه. إذا الاستحلال في مفسدة، ذاك الطرف من النوع المتعنت المتشدد يمكن يسبب فتنة وفساد، يستغفر الله لنفسه ويستغفر الله له. هذا هو الإنسان الآن يسوي هذه الأعمال. إذا أكو ذنب بينه وبين الله، أو ذنب أكو بينه وبين الناس يتعلق بأموالهم أو بنفوسهم أو بأعراضهم، الآن يسوي. واحد بالليل عندما ينام، ينام مطمئن البال.